بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ونولاه أحبتي في الله. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سأتكلم عن نبات الأزريون، ويسمى أزريون الحدائق، ويسمى بالجمرة الجمرة عند المغاربة، وكتسمى زبيدة وكحلة. فهاد الزهرة كدير واحد الزهرة بحال الجمرة، يعني جمرة وسط الحقول، وكتفيد في علاج، يعني هي تفيد في علاج الفطريات والفيروسات، ويفيد مرهمها في علاج تشقق ديال الحلامة الثدي. النساء اللي عند العيالات اللي عندهم الراس ديال البزاز اللي كيتشقق، كيفيد المرهم ديال هاد النبتة في العلاج، ويفيد في علاج الضعف الجنسي عند الرجال مستحلب، والنساء اللي كتكون عندهم الدورة الشهرية كتعطل، فيفيد أيضا في مستحلب على شكل مستحلب، و اللي عنده القروح ديال الدوالي ديال لي باغيس، القروح الدوالي مرهم فهو أيضا يفيد، ويفيد في علاج سرطان الجلد وسرطان الغدد دهنا وشربا، سرطان الجلد وسرطان الغدد، وأيضا يفيد في علاج نواصر والاحتقان ديال الأصابع، احتقان الأصابع. ويعني هاد العشبة ديال الأزريون فهي كيزرعوها بعض الناس اللي كيشتغلوا في المجال الطبي، وهي من فصيلة المركبة جنس لاكاندولا، تسمى كاندولا. وهاد العشبة موجودة عندنا في المغرب اللي بغا يستعملها في هاد الأمراض. المرهم كيتستعمل بالأزهار ديال النبات مع الزبدة ديال النعاس، ما ملحاش الزبدة ديال المعز مسوسة هي اللي كتصاوب بها المرهم ديال النبات أزهار، أما تكون غضة أو مجففة ومسحوقة. هذه هي طريقة صنع المرهم، والسلام عليكم.